علشان تقدر توزن السوق بشكل عام، أي سوق، توزن أي اقتصاد في الدنيا، لازم في عندك قوانين شديدة الوضوح وبمنتهى الجلاء. تعمل إيه؟ تحمي المنافسة وتمنع أي شكل من أشكال الممارسات الاحتكارية. النهاردة مجلس النواب وافق نهائياً على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. معنا على التليفون سيادة النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكان عنده كلمة النهاردة مهمة جداً تحت قبة البرلمان باعتبار أنك كنت قاعد قدامه. أهلاً 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 سيادة النائب. اهلا بحضرتك استاذ يوسف وبحضرتك استاذ المشاهدين. يعني همشيها استاذ يا عم يوسف. استاذ يوسف ايه بس؟ قول لي دلوقتي، احنا كنا بنتكلم على مساله الموافقه النهائيه لهذا او لهذه التعديلات على هذا القانون، وانا اشرت انه كان لك كلمه اصلا كمان على هذا الموضوع. مدى اهميه تعديلات هذا القانون، وايه هي ابرز التعديلات اللي هتضمن طول الوقت حمايه حقيقيه للمنافسة ومنع أي شكل من الممارسة الاحتكارية؟ وبين قوسين، هو من الممكن المنع الكامل لأي احتكار؟ بالفعل هي كانت المشكلة القائمة في القانون القائم اللي هو رقم 3 لسنة 2005، اللي كان بينظم حماية المنافسة، واللي كان من خلاله جهاز حماية المنافسة بيشتغل وبيراقب السوق. طبعا من 2005 كان مشكله القانون القائم ان هو ما كانش فيه الموافقه المسبقه على الارتكازات الاقتصاديه. ومعنى الارتكازات الاقتصاديه هو اي حد بيستحوذ على شركه قائمه او بيحصل اندماج لمجموعه من الشركات او اتحاد وتحالف، التركز الاقتصادي ده قد يؤثر على هيكل السوق ويؤدي الى الاحتكار زي ما حضرتك ذكرت. فالتعديلات، واهم التعديلات اللي حصلت على قانون 3 لسنه 2005، هو دلوقتي ان لازم يبقى في موافقه مسبقه قبل القيام باي تركز اقتصادي. وده طبعا يعني ما ظهرش الا مع التطبيق العملي للقانون الحالي. احنا بنتكلم على قانون من 2005، عدى عليه اكتر من 17 سنه، ودلوقتي مع اتجاه الدوله المصريه طبعا التحديات الاقتصاديه مش بعيده عن مرأى ومسمع الكل. الدوله المصريه بتسعى جاهده جذب استثمارات وطنيه واجنبيه، وده مش هيحصل غير زي ما حضرتك قلت، ان انا كمستثمر لما هلاقي ان السوق ده فيه سهوله في دخوله، اقدر اتوسع فيه، في قوانين وتشريعات بتنظمه وبتمنع الاحتكار، فده اللي هيخليني ابدا استثمر وادخل السوق. طبعا القانون ده هيساعد بشكل كبير على تهيئة مناخ الاستثمار وهيخليه بيئة جاذبة، لأن طبعا ده احنا بنتجه لاقتصاد السوق الحر، وده مش هيحصل طبعا غير بحماية منافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. طبعا المشروع القانون بشكله الحالي والتعديلات اللي قلت حضرتك عليها هيزيل أي عوائق طبعا عن أي حد عايز يدخل ويخرج من السوق أو يعمل توسع. ومصر على فكرة كانت الدولة الوحيدة في المنطقة من الدول القليلة اللي كانت قانون حماية المنافسة الخاص بيها ما كانش فيه مراقبة مسبقة على التركيزات الاقتصادية. طيب هنا يجي سؤال يا سيادة النائب، مسألة الجاذبية الاستثمارية من الاقتصاد الوطني للاستثمار، سواء كان استثمار محلي أو استثمار عربي أو استثمار أجنبي. احنا هنا بنتكلم على استثمارات أجنبية مباشرة، وبتكلم على استثمارات محلية أيضا. إلى أي مدى ده بيساهم أو بيبقى ليه رد فعل على المستهلك النهائي لأي سلعة أو خدمة؟ ما حضرتك لما أنت هتحد من عملية الاحتكار، التركيزات الاقتصادية دي لما بتؤثر على هيكل السوق باستحواذها على نسبة كبيرة وتحكمها في السوق، وبالتالي هتقدر تتحكم في الأسعار، وبالتالي هيأثر على شقين. الشق الأول إن هي هتمنع أي مستثمر يقدر يخش في السوق او يضخ استثمارات جديده سواء مصري او اجنبي، لان هو شايف ان هو في تركز كبير اقتصادي في سلعه معينه او في منتج معين، وهو قادر ان هو يتحكم في السوق، فانت مش هتقدر تنافسه، فمش هيخش ولا هيستثمر ولا يفتح فرص عمل للناس. وطبعا مع عدم قدره دخول اكتر من مستثمر، ده هياثر على ان في حد واحد او اثنين متحكمين في السوق، فمتحكمين في الاسعار، وبالتالي المستهلك كمان حصل عليه ضرر. لكن لما هتدي
لجهاز حمايه المنافسه من خلال تحديث البنيه التشريعيه بتاعت القانون القائم، انت دلوقتي هتحد من التركيزات الاقتصاديه دي وان هي تحدث اي تاثير في السوق او تدمر لك حريه المنافسه او تقيدها او تضر بيها. وطبعا المشروع ده هيساعد بشكل واضح وشفاف مع خطه الدوله، هيشجع طبعا الاستثمار لان هو دلوقتي مطمن ان مش هيقدر، لو انا دخلت في سلعه ما مفيش تركز اقتصادي هيجي من غير ما الدوله تضبطه وهيتحكم في السوق فيخرجني بره السوق او يحد من التوسع، وفي الاخر المستفيد هو المستهلك، لان لما يبقى في اكتر من منتج او مصنع لسلعه معينه ده هيؤدي ان في تنافس وبالتالي فالاسعار تنضبط وما يبقاش فيه احتكار. طيب معلش انا هطول عليك حبتين وانا عارف انك انت من ابناء النوم بدري جدا، بس هنا هيجي سؤال، وهو القانون هيقدر يقف قدام ما قد نطلق عليه ما بين قوسين احيانا كارتل، تجمعات، اتحادات، طيب بالتعبير المصري وايضا تعبير معروف عالميا الغرف، انا ممكن اقعد النهارده في غرفه صناعه الكذا او غرفه تجاره الكذا، هنتفق مع بعض على سياسه سعريه، هنتفق مع بعض على رفع نسب اسعار، هنتفق مع بعض على حبس منتج، اتفقنا كده ما بقاش في منافسه على حاجه. لا ما هو القانون في الحته دي محدد بمخاطبه، يعني حتى هو في التعريف للتركز الاقتصادي خاطب ثلاث انواع. النوع الاولاني هو اندماج شخص او اكثر ليهم طبعا مع الاحتفاظ بالشخصيه الاعتباريه، يعني مش شرط ان هم يندمجوا زي ما حضرتك بتقول قانونيا، لا ده حتى لو حصل زي اتحاد ما بينهم في مشروع معين وتم اثبات الكلام ده، او استحواذ شخص على شركه ثانيه، ده دي طريقه. او الثالث حاجه انشاء مشروع مشترك ما بينهم في سلعه معينه او نشاط اقتصادي بشكل مستقر ودائم. لو ثبت الكلام ده بالملفات او بالاختراط لا في عقوبات رادعه. مش بس كده يا سياده النائب، النهارده واسمح لي ان احنا هضرب المثل سوا، مثلا هقول والله احنا هنعمل حاجه اسمها اتحاد غرف بيع مراجيح مولد النبي، ماشي، الناس اللي بتشتغل في مراجيح مولد النبي هم يوسف ومحمد اسماعيل ومحمد عبد العزيز واحمد فرغلي وهكذا، خلاص هو احنا سبعه اللي بنشتغل في مراجيح مولد النبي، نبدو دائما امام المجتمع ان احنا ايه متنافسين، صح، وكل واحد فينا هيحط سياسته التسعيريه بما يضمن ان هو يبقى في عنده رواج ويقدر يحقق ارباح، بس احنا هنيجي بعد كده قدام شويه نقعد مع بعض في الغرفه، بص بقى احنا هنرفع سعر تذكره مراجيح مولد النبي 30%، امين، عمليا انا كمستهلك اترفعت عليا الاسعار. السؤال بقى، هل من الوارد انه يتم عمل تعديل ما على القوانين المتعلقه بالغرف الصناعيه والغرف التجاريه انها ما ترفعش اسعار غير بالتوافق وبالعوده للحكومه او بالعوده للبرلمان اذا لا سمح الامر؟ بنخش في اختصاص جهاز اخر مهم في يعني الحمايه وضبط الاسواق، انت بتتكلم كده على جهاز حمايه المستهلك، فاحنا بنتكلم على جهاز تاني خالص هو المنوط بيه اللي هو مراقبة الأسعار، وزي ما احنا شفنا في موضوع مثلا السيارات وغيره وغيره، وهو بيعمل اجتماعات فعلا معاهم ويبدأ يشتغل معاهم على وضع سياسات. لا أنا مش بتكلم دلوقتي على مسألة الجهاز، أنا بتكلم على مسألة إنه هل القانون اللي احنا اشتغلنا على تعديله وتمت الموافقة عليه يحتاج أيضا، أنا بتكلم على فكرة تعديل لبنية تشريعية حتى تستقيم الأمور وده شغل حضراتكم، أنا بتكلم على إنه هل من الوارد ان انا كمان اشتغل على تعديل قانون الغرف ولا لا، ولا مش على الاجنده؟ لا هو حضرتك انت بتتكلم ان الدوله المصريه بشكل عام حاليا بتعمل على تحديث كل التشريعات الخاصه بالملف الاقتصادي، لان الملف الاقتصادي زي ما حضرتك عارف وشايف قد ايه التاثيرات الاقتصاديه العالميه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه وغيرها وبعد كورونا وتصدير التضخم لينا، مع احنا لسه ماشيين في توطين الصناعه، لسه كنا بنتكلم اليوم في الجلسه وجود وزير التجاره والصناعه عن ملف توطين الصناعه ومدى اهميته وازاي نحط خريطه استثماريه للدوله المصريه من خلالها نقدر نجذب استثمارات. طبعا انا متفق مع حضرتك تماما ان احنا حاجه لمراجعه
كمان التشريعات الخاصه بحمايه جهاز حمايه المستهلك، وهل هي بتغطي هذه النقطه ولا لا؟ لان احنا في منظومه التحديات الاقتصاديه احنا مش بنتكلم بس على تحديات الدوله المصريه في ايجاد مواد خام وتوفير اراضي ومجمعات صناعيه، احنا كمان في حاجه الى تحديث البنيه التشريعيه بشكل كامل حتى تتوافق مع التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه في الملف الاقتصادي. صحيح. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب اسماعيل محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.